يكتب الحاج حاتم اني طلبت منك انك تبطل الدريش لان بيكذبونك، وبقول انت بطلت الدريش وراح يلقوا بصماتك عليها. تعرف اذا لقوا بصماتك عليها ايش يصير فيك؟ راح يودونك السجن، الشرطه يسجنونك. فاهم ايش قاعد اقول؟ فاهم ايش قاعد اقول؟ لا تقول حق احد اني قلت لك تبطل الدريش ولا اي احد. فاهم؟ أنا بغيت أبارك لك. على فكرة ترى هذه ضريبة اللي ياخذ واحدة عندها عيال. غصون حبيبتي رجاء لا تدخلين بشيء ما يعنيك. أي شيء يخصك كيفك، شيء يخصني لو سمحتي وخري عني وخري عني وخري عني غصون. أنت هاي شوفك وايد مستانسة من بعد ما مات مشاري. اصلا مو بعيد ان انت اللي ذابحته. انا متاكده ان انت اللي فاتحه الدريشه، لان انا ادري ان انت ما تحبيني ولا تبيننا بالبيت. بس سمعي عدل يا غصون، حتى احنا ما نحبك ولا نبيك بالبيت. ويلا قدامي قومي طلعي برا. يلا يلا قومي وياي، قومي وياي ننزل تحت نتغدي. يا قومي ماني نفس بدريه، ترى مو زين اللي قاعد تسوينه بنفسك كذي. حرام عليك، ارحمي نفسك. مو قادرة أصدق خالد اللي صار. أحس إني بكابوس مو راضي أصحى منه. أوكي 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 ثانك يو باي. إيش فيك؟ صاير شيء؟ لا، هذا المحامي اللي كنت موكله أساسي يعرف عنوان زيته وأقدر أرفع عليها قضية ورد ولدي. إذا أنت محتاج فلوس القرض تقدر تاخذهم وتروح حق زيته وتقنعها. ما عليه، إن شاء الله الأمور كلها بتنحل. إن شاء الله بإذن الله. لا حول ولا قوة إلا. قاعدين هني حذرة وسوالف والغدا قاعد يحترق هناك. يوي قومي هذا قومي. ما راح أطلب، ما راح أطلب غدا، ما راح أطلب من المطعم. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا يبا غلطان، من راسي لريلي غلطان. بس صدقيني ابتسام مثل أختي الله عامل بنيتي. يعني انت عطيها بعقلك، معقوله يكون في شيء داخلي حقها؟ اروح اعرفها على رفيجي. فارس انت قاعد تحوم حوالين البنيه، اعطيتها المحل وما اهتميت، وفوق هذا توظف واحد ولا ويطلع رفيجك، ما ادري يوصل لك اخبارها، ما ادري يحبها. لا والمشكله تي الفريج تفضحنا. ما ارتاح للي مني اطمن عليك وزوجك الريال اللي يستاهلك. ايش دعوه يبا؟ تبي الفكه مني الحين؟ مو كفايه الهام وراحت؟ لا يا يبا، لا يا حبيبتي، اذا واحده منكم تعذبت انا تعذب اضعاف اضعاف. بسم الله عليك يبا. غصون يا غصون. اخيرا اخيرا، ما بغيتي تين تشيلين الهم عني اللي ما له اول ولا اخر. زين زين انك جبتها. شوفي يا بيج تخمين وتنظفين وتغسلين لماعين المطبخ بي يلمع زين؟ والله مو قادرة. زين عشان خاطري، ايش دعوة؟ أنا كل مرة أسمع كلامك، هالمرة على الأقل سمعي كلامي. قومي. سمعي كلامي، راح يتغير كل شيء. نسيت مفتاح، مفتاح سيارة. خلنا نروح. لحظة لحظة. شنو؟ معي مفتاح سيارتي بس أنت سوق مالي خلق. أوكي أوكي.
كلينكس؟ خدامة غبية ولا تستغبي علشان أنا ما أطلب منها وتسوي روحها ما تفهم. يعني هالخدم عجيبين غريبين. زين والله مات مشاري علمك الهدايا خلاك تقعد بالبيت بدل الهياطة بالدواوين. نعم، ليش تخزيني؟ ايش عندك؟ ماكو، اتأمل جمالك الرباني. جمالي انا الرباني؟ الحمد لله انا حلوة، بس انت شفتي وجهك؟ هل حواجب هذي كنا حواجب غوريلا؟ ولا جسمك كنك بونوكيو، تعرفينه بونوكيو؟ وشعرك اللي غصب يتزشور، مطاط مطاط ما يتزشور. يلا يلا يما، يلا روحي درسي، يلا يلا. بخريدك. حبيبتي انا خلصت دراسه، صباح الخير. مساء الخير، روحي لا ترهج حياتك، يلا روحي. لا تخافين، انت من دخلتي حياتنا احنا حياتنا تسممت. يلا يلا حياتي. يلا. شوف لك حل مع بنتك، تحاسبني حتى على الابتسامة. يعني لازم أعيش جوكم كآبة في كآبة وحداد في حداد؟ ترى مليت من هذا الجو الكئيب. من حاجي أنا حاجي طوفة؟
ما ترد علي؟ والله مالت عليكم واحد واحد بالبيت. ولا أزور بعد في السماوات ولا في الأرض ولا أزور من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ولا فلوس أمي أخذها أخذها يا عم عمي اطلع برا ما تشوف شيء نزل يدك اطلع برا اطلع برا أنا علمك شلون أخذ الفلوس أي فلوس فلوس أمي أنت عارف أي فلوس لا حبيبي ما عندي لك فلوس يلا 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 ما عندي يلا الفلوس أخذها بالمحكمة وعرف شلون شو بتسوي يعني راح تشوف ما تشوف شر عمي يلا 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 نزل ايدك اطلع منك عمي نزل ايدك الكل شو بتسوي يعني شو راح تسوي راح تشوف شو راح تسوي ما تشوف شر حبيبي يلا 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 ما بقى لها الاشكال هذه بعد حرك الله تحرك أنا مو فاهم شيء. أنت إيش تبين مني بالضبط؟ أبي أنا وياك نتحد مع بعض. باين إن عدونا واحد. من هو عدونا؟ يعقوب. زين أنا شو المطلوب مني؟ أنا بس بغيت أسألك سؤال من ساعة أنت ويا يعقوب ليش تهاوشتوا وطردك من المحل ليش؟ الخسيس قاعد يضحك على أمي وماخذ منها لحد الحين 14,000 دينار. معقولة؟ عادي هل يعقوب الظاهر متعود انه ياخذ فلوس الحريم ليش انت ماخذ منك فلوس بعد ماخذ مني فلوس وايد بس للحين ما تحاسبنا انا وياه وشلون تبينا نحاسبه ننتقم منه ونرد اعتبار كل وحده اخذ منها فلوس ايش رايك أقول لك ولدي ياهل راح بسبة الأهمال أنا ما أدري شلون خليت عيالي عند غصون وفواز بدرية لو سمحت ممكن تهدين شوية أستاذ غصون هذه هي زوجته الثانية راح نستعجل القضية إن شاء الله أنا ما في حكي أنا مليت من الحكي أنا تفضل تعال 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 بدرية خلاص صلي على النبي اهدي اهدي خلاص خلاص يبقى خلاص ما سمعت إيش قال خلاص اهدي كل اللي تبينه بيصير اهدي خلاص الو استاذ غصون حبيت ابشرك سالفة الكاميرات خلصنا منها شلون يعني؟ دزيت واحد اللي كسر الكاميرات اللي يخلي السالفة تبين كأنها بوقة مو أكثر تمام بس لا تتأخر ولا بيركبون كاميرات جديدة لا تحاتين كل اللي اتفقنا عليه ماشي عليه بالضبط ممتاز والله نهايتك قربت يا يعقوب شليانة جيني يعقوب أنا جاي أقول لك إن أمي خلاص ماتت وإن خلاص ببيع البيت البيت يصير لي بروحي والبيت ترى يسوى أمك الله يرحمها وصون فهمي أنا الحين متزوج وأحب زوجي وزوجي تحبني تفهمين ولا لا وأخلي عند ربي لا
تعال شنو اخر عند دربك؟ تعال بالك انا سهله اتركك تهدني كذي وتروح مو بكيفك. يعني شو تبين؟ ايش تبين مني يعني؟ اضحك. شو تبين تقولين؟ اضحك. ايش تبين تقولين؟ اقول انك انت اخذت فلوسي كلها سلفتك اياهم وللحين ما رديت اياهم. يلا يلا هناك ناقص ميالين انا. اخري هناك عجلة الله روح هناك عجلة الله. اضحك وما قليك. يلا 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 من هناك. يلا من هناك يلا يلا. انا لك لك انت. ايش الاشكال هذه؟ انا راويك والله ما قليك يا ايوب. ما انت قلتي تفهمين ولا لا؟ واحدة مينونة هذه. واي خرابيط حرام عليك قاعد تطق هذا الليال. ام عبد الله وخي لا اسوي مصيبه اكثر موجوده الحين. لحظه لحظه مصيبه مصيبه مثل شنو يعني؟ هذا انا قاعد بيتك. عبد الله وخي 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 ما تشغل يا حال اي منك اكثر ما تشغل يا حال زين في يدك ثانيه. تبغى اقول لك ها يمكن القاعدة بالشارع أحسن لي من القاعدة مع بعض الناس. يما حرام على شو هالكلام اللي قاعد تقولينه. قومي بعد عمرك قومي دشي. خليني يا يما أنا هني مرتاحة خليني. يما أمانة عليك قومي دشي معي حبيبتي هذا بيتك عشان خاطري. أمانة عليك بعد عمري قومي قومي حبيبي قومي تعال يلا خليني هني أحسن. يما قومي هذا بيتك يا يما ايش فيك يعني؟ ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله أحلى عروس شفتها ها ويا اليوم اللي تنطرينه. أنت تدرين إن أنا منطرة ومو هامني بس لو مو فهد وحنته. فهد وحنته يلا مو مهم أهم شيء إنك تعيشين مع فهد أحلى حياة إن شاء الله. الله يهنيكم يا رب. أشوف إيش فيك وين سرحتي؟ ما أدري بس أحس بهاليوم يعني كل بنية محتاجة أمها يعني تكون معاها بالعرس يعني بدخلتها في وايد وايد لهم. حبيبتي كلنا فاقدين أمي بس أبيك تعرفين شيء واحد باليوم هذا بالذات اعتبريني أنا أمك. أوكي أنتي أمي أختي رفيجتي ودنيتي كلها. أشوف يلا عاد أشوف أشوف شكلي حلو وايد حلو تهبلين بس عاد شوفي أبيك أول ما تدشين العرس كذي ثقة ابتسامة ما بيش تبكين. لا لا ما راح ابكي دراما البنات ما راح اسويها. انا قلت انا غير امشي شوي شوي اوكي وبضحك واطلع غمازات اهم شيء اهم شيء غمازات. يلا امشي يلا, 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 يلا شوي 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 زيتنا يا عبد انتي عروس اليوم شوي شوي يلا 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 امشي بسم الله شوي 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 سمي راح اهبل. ما حد ورطني بهالمشروع غيرك. ايه ليل نهار تحن علي تحن علي لين خلتني اتزوج بدريه. هذا انت خلتني اعيش بحاله غريبه ما عمري تعودت عليها. انا كل ما اي احاول اكلمها القاها في عالم ثاني ماني عارف شلون احاكيها. بس انا وعدك ان شاء الله راح اكلمها خلال اليومين هذيل. ايه لازم اكلمها لان ما في حل ثاني. تعبت منها عيشتني بحزن وألم. أنا أتزوج بدري ويصير معي كذي ليش؟ ما عليه تراجي الهم. أنا راح ألقى حل. سلام.
السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا. المحل بس حق الحريم؟ ايه نسائي بس حضرتك. ليش محلاتكم اللي هنا كلها حق الحريم؟ في رجالي بس مش هنا. بس ملابس تبيعونها؟ ملابس. ما في مكياج وسوالف بس ملابس؟ مكياج لا، بس شنط وجواتي وملابس. يلا مشكوره. العفو، مع السلامه. قوة بدرية، الله يقويك. هلا. شلونك؟ الحمد لله. اي بدرية، براسي موضوع ودي اقول لك بس ماني عارفه ابتدي، بس راح اروح دايركت. ايش فيك؟ قول ليش متردد كذي؟ عندي مشروع بديته بصراحه، صار لي مده قاط فيه كل ما وراي يبوني من فلوس. مشروع كبير. بس للأسف وقف نص الطريق، نقصني فلوس. مو مشكلة، إذا المبلغ عندي بعطيك إياه. كم المبلغ؟ 50,000 عشان بس ابتدي. أوف، 50,000؟ 50,000 ولا شيء، أنا قاط كل فلوسي بهالمشروع، مشروع كبير. ما علي، أنا فاهمة، بس أنا ما عندي المبلغ. وحتى لو باخذ قرض على معاشي ما راح يعطوني 50,000. صادقة صح؟ أكيد. زين ليش ما تكلمي الوالد؟ اي الوالد اعتقد مرتاح ويقدر يساعدنا، وانا راح ارد فلوس. يعني نهاية راح ارد فلوس. انا بس ابي اكمل المشروع، الباقي كله تمام. مشروع وايد فله، حلم. انت تبيني اكلم ابوي؟ اوكي مو مشكله، انا بكلمه، بس ما ادري بصراحه بيرضى ولا لا. احنا نحاول. حاولي حبيبتي، محاملة. إذا لنا نصيب نكمل، إذا ما لنا نصيب أكيد ما راح نكمل. خير إن شاء الله. أنا تاجر مخدرات؟ لا يبا، ما لي شغل بالمخدرات. بس أستاذ أنا في عندي محل هدوم نسائية ورزقي عليه. هالصندوق لقيناه عندك داخل المحل. هذا صندوق مولي، أنا أول مرة أشوفه أصلاً. يعني للحين ما عرفتوا اللي مبطل الدريشه؟ لا يما، الدور بالاول كانت شاكه بغصون، وتالي قالت لي مبارك صاير مو طبيعي، قام يسويها على عمره وخايف من شيء. والله ما ادري يما. لا حول ولا قوه الا بالله. الله كريم. زين يما، انا بغيت ابوي بشيء ضروري، وينه؟ موجود داخل بالدار او يمكن بالصاله، ما ادري. Thank you.
ويبا. هلا يبا. فاضي أكلمك بس بموضوع؟ يبا تفضلي أفضالك. يبا بغيت أطلب منك طلب وأتمنى ما تردني. خالد محتاج مبلغ والمبلغ شوي كبير. إيه. مش حق يبا المبلغ الكبير هذا. يقول إنه هو داش مشروع استثماري وقاط كل فلوسه فيه فهو الحين محتاج مبلغ عشان يخلص المشروع هذا يبا. إيه. وكم المبلغ إن شاء الله؟ 50,000 دينار. أنت مصدق شبه ولا ترش مريم؟ حين فوازوها المنتف هذا تميتي معاه سنين طويلة عمره ما طلب مني دينار واحد، هذا اللي مسوي روح البطل المغوار يبي 50,000؟ والله والله لو طالب مني 1,000 دينار ما أعطيته، وانت تقولي له 50,000؟ مو كافي مصاريف شهر العسل والزواج كلها من حسابي وفلوسي؟ يبقى هو لو مو محتاجهم كان ما طلب. وانا يبقى اللي عندي قلته. وطلال واللي يرحم لي والديك فكني من هالموضوع ابوس ايدك. انا وين والمخدرات وين؟ بعدين هذا صندوق اللي ابوه ترى مو لي، انا اول مره اشوفه. المحققين لقوا بحساباتك مبالغ ماليه ضخمه، ولما قارنوها بين المبالغ اللي تدش حسابك والمبالغ اللي تدش المحل لقوا انها اكثر بوايد. يبا والله العظيم هذه الفلوس مو من المخدرات، انا عمري ما شفت المخدرات وراح اتاجر فيها. لازم يكون في تفسير منطقي حق هالوصولات والمبالغ اللي دشت حسابك، غير كذي انا ما اقدر اساعدك. سامحني سامحني يا يعقوب. والله ورحت ورا الشمس يا ابو ياكي. شكراً. حجية زعلانة يا حيل. محمد ايش فيك تكلم عدل؟ هي ما قلت شيء يبا. قاعدين تحت سقف واحد. ما تبوز ليل نهار ما يصير يعني. لا أنا مو زعلان يا أبو محمد. إيه كذي أنا مرتاح. الحين أقدر آكل ونفسيتي من زينة. يا أبو خالد. أنت شنو سويتي بالفلوس؟ اي فلوس؟ فلوس البيت نصيبي شنو ما بعتيه؟ ما سويت شيء حطيتهم بالبنك. زين شايف باللي دوبل لك هالفلوس خلال سنتين؟ لا ما تقصر، انا ما ابيهم تزيد، ابيهم تحت ايدي واخذهم وقت محتاجهم. شنو راح تحتاجينهم؟ قاعده ماكله شاربه نايمه ما راح تحتاجينهم شيء، ايش فيها لو تعطيني هالفلوس والكل راح يستفيد. اي ما ترى على فكره ابو محمد وايد شاطر. بعدين انا اعطيته حصتي. انت تحسن كذي ما منها فايده كذي. الله يا الدنيا. الحين تبيني اخذ الحلال اللي باقي لي بهالدنيا واحطهم بجيب رايلك هالمقرود؟ انا رافعه قاعده ماكله شابه نايمه مو دافعه حتى دينار. فهمت تبين؟ شادار امك الظاهر ما راح ترتاح الا لما اطلق وفتش في الشارع انت وعيالك. شيء يسد النفس. Thank you.
لو سمحت ممكن شوي؟ بسألك المحل هذا ليش مشمع؟ والله يقولون أختي لقوا فيه مخدرات. شنو؟ لقوا فيه مخدرات. اي والله. أوف. أوكي شكرا. حياتي. هلا والله، شلونك؟ تمام الحمد لله. شو اخبار الاهل؟ شلونهم؟ ان شاء الله زينين؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. خالد اقول لك، ترى انا قلت حق ابوي انك انت معتاز مبلغ. وهو قال انه ما عنده. ما عنده. ابوك ما عنده. كلها الشركات، كلها الخير، كلها الفلوس، ما عنده 50,000. صدقك انت؟ انزين خالد، اذا انت وايد معتاز ليش ما تبيع البيت هذا وناخذ لنا بيت اصغر؟ البيت هذا مو ملكي. نعم؟ ايه، اجار. ليش ما قلت لي؟ ايش حق اقول لك؟ بعدين لا تشيل هم، انا اقدر ادبر نفسي والقى حل.